كاين المعطيات ديال السكان القانونيين، فهي متواجدة ولكن خصها تنشر، لأنه كتعطي كتكون كتنشر في واحد المرسوم ديال اللي تيعطي الوضعية القانونية ديال العدد القانوني ديال السكان. حنا وجدنا هذاك العدد، نهيناه كيف كنا في 15 ديسمبر، الآن بقات الصياغة ديالو والخروج ديالو في مرسوم، وهذا سيأخذ واحد المساطير اللي خصها تمشي. اما فيما يخص البقية ديال المعطيات، فكيف كنا قلنا غادي تكون تتعطى، لانه راه 9000 ديال الملايين و900 الف وثيقة خصها لا تستغل وتحسب هذا، ولكن غادي يكون كيخرج باستمرار، واعتقد ان واحد الجزء كبير ديالو غادي يكون حوالي في اخر مارس بدايه ابريل، يمكن نعطيو الواحد العدد ديال المعطيات حول الوضعيه الاجتماعيه والثقافيه وجميع المعطيات اللي كانت تطرح على المواطنين.